مرحبا لكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا جيتكم بفيديو جديد. غدا ندير ان شاء الله الدجاج في الفران. عندي 8 الفخيضات بحال هكا، تقريبا شي كيلو فايت كيلو 8 الفخيضات. عندي هنا 8 البطاطات، عندي 2 دروس الثومه، عندي معلقه ديال اليوغورت، معلقه ديال المطيشه، عندي نص كاس ديال الزيت البلديه، عندي فليفله قطعتها، بصله واحده قطعتها، 2 مطيشات، عندي هنا البزار، الملحة، التحميرة، الزعتر، العطرية مخلطة ديال الدجاج، عندي ندير شي قطيرات ديال الحامض، عندي هنا كاس ديال الماء، عندي الدجاج بلاصوص في الفران. هنا عندي الطاوة، من بعد كبيت فيها شوية الزيت البلدية باش غندهنها، وأنا غنبدأ إن شاء الله على بركة الله. غنضيف العطرية على الدجاج، بسم الله على بركة الله. غنضيف الزيت البلدية، غنضيف التومة، غنضيف معلقة ديال اليوغورت و معلقة ديال مطيشة الحك، غنعصر 2 قطعات شوية ديال الحامض، معلقة تقريبا ديال الحامض، غندير بطاطا هنايا، نرش عليها الملحة، نخلطها مزيان، في البصلة، كل واحد يذوق على الطريقة اللي بغا. غندير دابا كاس ديال الماء ونخلطو في هاد اللي قامت لقات ليا هنا، ونخوي في الكونتات اللي ما فيهمش الدجاج باش العطرية اللي في الدجاج ما تهبطش، نزيد نص كاس ديال الماء، غنغلي
نغطي بالخط الالومنيوم. اللي بغي يغطي بالفاصوليم الالومنيوم يغطي، اللي ما بغاش يغطي بالكاعط اللي كنفرشو له الحلوى يفزقو في الماء يغطي بيه. هاد الدجاج كيطيب، قلنا عدي الفرن سخون على 200 درجة في 50 دقيقة وهو الدجاج كيطيب. عندي 10 دقائق، من بعد 50 دقيقة عريتو وخليته يتحمر 10 دقائق أخرى. يتحمر، خليته يتحمر مزيان. الوصفة ديال اليوم بحال هكا، نتمنى من الله تكون عجباتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفة جديدة. خليتكم على خير، بالسلامة عليكم، نهاركم مبروك، ساعتكم مبروكة.